السلام عليكم. قبل قليل كنت أتمعن في قائمة الرؤساء والملوك الذين هنأوا الرئيس أردوغان بفوزه الانتخابي. الملفت للانتباه هو غياب شخصيتين من القائمة، بشار الأسد وقيس سعيد. يعني قد يتفهم المرء غياب بشار الأسد من القائمة بحكم الصراع المفتوح المحتدم بين الطرفين، يعني أردوغان يؤوي 4 مليون لاجئ سوري فارين من بطش بشار الأسد وقواته متواجدة على الحدود بين البلدين. لكن الغريب والعجيب هو موقف هذا الرجل ممن ليس لتونس معه عداء ولا خصومة. يعني حتى رؤساء الدول وقادتها الذين دعموا المعارضة ويناصبون أردوغان العداء، بمجرد إعلان النتائج، يعني مثل بايدن وماكرون وشولتز، بمجرد إعلان النتائج بادروا بالتهنئة كما تقتضي الأعراف الدبلوماسية. أما منقلب تونس ونكبتها الأكبر، فبما أن النتيجة لم ترق له ولم تأتي على مزاجه ورغبته، لازم الصمت ولم يهنئ واعتبر نفسه غير معني بالأمر. كما لو كانت المسألة تتعلق بتهنئة جاره بنجاح ابنه في البكالوريا أو زواج ابنته. يعني من يخبر هذا الدخيل على عالم السياسة وعلى إدارة الدولة بأن للدول أعرافها وبروتوكولاتها وتقاليدها وعلاقاتها ومصالحها التي لا تخضع لمزاجه الشخصي؟ يعني أنا في الحقيقة لم أتعجب من سلوك الرجل، لأنه كما نعلم كتلة متفجرة من الغضب والتوتر والحسد والغيرة والحقد، يعني مشاعر متلاطمة لا سيطرة عليها، يعني ومشاعر تتجلى في كل ما يقول وكل ما يصنع. يعني هذا الرجل في أول زيارة له للخارج وكانت لفرنسا، خطبه أحد المواطنين شاكيا أمرا ما، لم يرق له ما قاله، فكاد يبطش به لولا تدخل الأمن الرئاسي الذي حال بينهما. يعني كاد يلكمه والتقطت صور كاميرات المصورين المذهولين وقتها صوره وهو يرفع قبضته عاليا مهددا المواطنة البسيطة متوعدة. وبعدها طبعا يعني سمعنا منه كل أنواع وأشكال العنف اللفظي، فهو يتفنن في، يعني عبقريته تتجلى في التفنن في استنباط قاموس الشتم والسب، يعني جراد، خلاصة سرطانية، شياطين يجب أن ترجم، والقائمة طويلة جدا. يعني السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو لماذا برأيكم لم يهنئ منقلب تونس الرئيس أردوغان؟ ببساطة لأنه يجسد كل ما ليس فيه وكل ما يفتقده. يعني 90% من الأتراك شاركوا في الانتخابات التركية، و 90% من التونسيين قاطعوا انتخابات برلمان قيس سعيد الانقلابي. أيضا أردوغان يمثل نموذج للحكم الديمقراطي الذي يتنافس فيه الجميع حتى ألد أعدائه، بينما قيس سعيد يريدها صحراء قاحلة ينعق فيها وحده، لا أحزاب لا منظمات، دستور كتبه بيده وانتخابات على المقاس. أيضا أردوغان رجل نهض ببلده وأدخله في مجموعة 20، بينما أين أدخل قيس سعيد بلده تونس؟ أدخلها في مجموعة المفلسين والمتسولين. أردوغان رجل يعني نهض طور صناعة بلاده حتى الدفاعية منها، فصارت الدول تصطف لشراء طائراته المسيرة مثلا، بينما صار التونسيون في عهد هذا التعيس يصطفون لنيل رغيف خبز وبعض القهوة ورطل سكر. وطبعا الطامة الكبرى هي أن أردوغان يذكر المنقلب بالرجل الذي جعل منه عدوه الأول وزج به في السجن، الشيخ راشد الغنوشي، صديق أردوغان الشخصي الذي تأثر بكتاباته وبأفكاره. طبعا يعني لن أتعجب إن كان قيس سعيد يتصور بأن أردوغان يتحرق شوقا لا ينام الليل ينتظر رسالة تهنئته، وأنه سيبقى منقوص الشرعية والاعتراف إذا لم يهنئه ويتكرم هو ويرسل له تهانيه القلبية.